مشاهدي تونسيين مليك، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. دورة المارشي اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2022، أسعار الخضر والغلال السوق المركزية بقفصة. نبدأ بالخضر الورقية، أسعارها 600 مليم، السلطة 1500، فما السلطة العربي اللي توفر البسباس الكيلو على 1560، أو تشوف الأسعار غيبكم. البصل على 1500 اللفة والسناريا، وتشوفوا قدامكم الأسعار هنا في مرشي قفصة، أو تشوفوا الأسعار البطاطا على 1500 بسعرها، البطاطا على 1500، الحار على 1800، الحلوب 2500، وتشوفوا الأسعار قدامكم بس كل. بطاطا على 1500، طماطم على 2250، الحر على 1800، الفول 3750، الجربانة 3750، الدجاج على 1560. باش نواصلوا دورتنا في المرشي اللي تشوفوا الأسعار تقريبا بالنسبة، لكن مازال تقبل المواطنة والبسباس متوفر، السنارية اللفت متوفر، البصل هذه الخضر الورقية الأخير، الخضر الورقية الأسعارها ما بين 500 و600 مليم هنا في مرشي قفصة. هذه الأسعار، تشوفوا الدجاج على 1300، هذه الكرم الحار على 2000 مليم، البطاطا على 1500، الطماطم على 2500، هذه الخيار على 3000، والفقوس على 3750. هذه تقريبا أسعار الخضر في مرشي قفصة اليوم الثلاثاء 22. هذه أسعار الخضر، باش نمشي نشوفوا أسعار الغلة اليوم، أسعار الغلة هنا في قفصة. باش نبدو بالغلة الكليمونتين على 3980، صباح خير، صباح 3980، الانجاص 6480، البنان 7800، التفاح 4980، هذايا الروماني الجيبسي 2480، هذا الجيبسي 2480، هذايا التفاح سبيبة الأخضر 5500، التفاح الأحمر بخير 5980، العنبة ما زالت متوفرة غالية شوية 6480، الأنجاص 6480، نفس الأسعار. هذايا الكليمونتين صباح خير 3980، هذايا تقريبا الأسعار تشوفوا 3980، صباح خير الأنجاص على 6480، العنبة على 6480، 5980 التفاح، وهذا الجيبسي الرمان 2480، هذه تقريبا مختلف الأسعار هنا المتوفرة في السوق المركزية وسط مدينة قفصة اليوم الثلاث 22 نوفمبر 2022.